مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مسرح الفنون. مسرح الفنون اليوم يستضيف نجوم من السينما التشادية من جمعية سينما روح التشاد. أهلا ومرحبا بكم ضيوفي الكرام. أهلا ومرحبا، وعليكم السلام. دايرين تعرف لنا الجمعية، جمعية سينما روح التشاد، بعد ما عرفتم في سكونش. الاسم صالح آدم سامبو، ممثل سينمائي. والجمعية سينما نومات تشاد يعني قاعد بجمع الناس كثير، كل الجوانب، الممثلين سواء كان مسرح أو سينما أو موسيقى أو كاتب سيناريو أو يعني فنان تشكيلي، كل الطبقات يعني قاعدين فوق. وسينما نومات أسسناه 2019، والمؤسسة ياسمين عبد الله، أنا كمان سكرتير جنرال أجوين في الجمعية. هذا زي ما قال صالح، قال أنت المؤسسة للجمعية، فهندسينا. أوكي، الاسم ياسمين عبد الله، فونداتريس أنا سينما نومات تشاد. السينما نومات تشاد أنينا أوفيسيالمون كي لانسينا بمارس 2019، لكن بدينا من 2013. هو السينما نومات شنو الخلانا أنينا اليوم سوينا السينما نومات؟ فيشان الانفورماسيون كلها قاعد في لب الهلال بس. لكن الهلال الدقاق البر ما عندهم، نقول ما عندهم انترنت، ما عندهم نار، ما عندهم اي شيء، ما الاخبار دو كلهم هو ما عندهم خبرة. خلاص اني نسوينا اسوسياسيون انا سينما نومادا عشان كان فيلم، كان المشكله كان قاعد كان شوف انتكا للناس كل اخبار كان قاعد دا يلقوا كل يلقوا السينما نومادي دي بلاسي كومبلي. عندنا كوميديان دول، عندنا رياليزاتور دول، شانتر دول، خلاص نجو في هيلي دا، كان جينا في هيلي دا خلاص نمشو في لي اوتوريتي دول، وبعدين نسو كارافان نلمو ناس كله ونخبرهم ونسو بعدين بروجيكسيون اوفيسيال. انتو كان هجو في شغل المشكلة القاه بخصنا انينا تشادين الانينا في فيل بس نسمو اخبار، لكن هم قاعدين في كرادة ما عندهم اخبار، خليهم كله خليه يسمو الاخبار، مش الانينا عندنا خبر هم مزاتا يلقوا الخبر. ده بس السينما نومات جمع واسسنا فوق وسوينا لانسيمو اوفيسيال بأول فيلم هجينا سؤات 2019. نعم، دونك رول هجينا دبس. طيب إن بدون كم يعني كم عضو في الجمعية يعني؟ أصلا في سينما نومات أنا قريب 32. 32 تلقى كوميديا، تلقى أي كوربوراسيو قاعد في سينما نومات. شنو اللي بديتوا فوق من الهلال الدقاق يعني؟ بديتوا بكم هلال من بداية الجمعية، تأسيس الجمعية؟ والله أنينا بدينا بهلال كتير، كان في جنوب أول كي بدينا على دربالي، شينا دربالي شينا أول كي لانسيما واحد في دربالي، جينا من دربالي مشينا جنوب، مشينا بونغور، مشينا سا موندو، مشينا دوبا، مشينا كمرة، مشينا سعد، مشينا موندو. من هنا كملنا جينا مشينا مساكوري، مساجد، مشينا نغوري، مشينا بول، جينا مشينا ماو، من ماو قبلنا بطن، جينا مشينا ابشي، مشينا فرشانا. يعني قاعدين تكونتيني يعني قاعدين كونتيني وقريبات دخلوا نمرقوا قريبات دخلوا ماشين بول بطن في مشكلة هنا الكوابيتاسيون باسيفيك. نعم، عم بينات البقارة وما نعم ما ناس نزورة. أيوة طيب مشي ده. نرجع لصالح سامبو، يعني اكيد يعني انت دائما في السينما التشاديه وقدمت الكثير، قدمت الكثير في السينما، حدثنا عن السينما يعني اهتمامك للسينما شنو؟ السينما يعني اهتمام على السينما ده، السينما النادم اللي قاعد في السينما بعرفه اهتمام حقه. اما النادم المشاهد يعني اكثر قاعدين نسمه بكونه السينما ناس بفهموها يعني طريقه عكسيه مره واحده.
بقولوا انت نادم على التياتر، اقول لك نادم على التياتر يعني ليه ابهتنا او ناسنا القاعدين حاليا عايشين ما من المجتمع ده. انت نادم على التياتر ده نادم ما عندك شغله، يعني المهم شغله ما عندك وقعدت تسوي تياتر انك تمشي تياتر وكل شيء، يعني اسم انا تياتر ده بس عليهم ناس كربوه. حتى الناس بعدين بعض الاحيان بيتصلوا بينا بيقولوا يا اخي التياتر هناكم ما شفناه والله هالمرات، وهو فيلم يعني يعني هو فيلم. نعم. فاذا ده ندور نفرض بين الـ 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 المسرح المسرح والسينما. نعم. المسرح والسينما في فرق، يعني المسرح ده تسي يعني في المشاهدين قاعدين حاضر تسوي لهم شيء حاضر، اما السينما تشتغلها بالكاميرا بحاجات كثير تسوي مونتاج كل ده الشيء ده تجيبه السيناريو يكتب السيناريو في اشياء كثير. سينما عندها اشياء كثير، وانا اهتمامي بالسينما ده ما شيء اليوم بس، يعني شيء ده عباره عن مهنه او نقوله يعني شيء انا عندي داخل يعني من زمان، يعني حلمي ندور نبقى ممثل مثل اليوم بجد ده وندور نبقى اكثر من ده. نعم. واليوم الحمد لله وصلنا في مرحله، لكن لسه مرحله انه ضروره لسه ما لقينا، وناس ما قصروا واقفين معنا. وهو السينما ده ما ليه، السينما ما عباره عن نوم تنوم وفجر تقوم بس تقول انا ندور نسي سينما، السينما بدور شغل بدور خدمه كبير. اذا كان انت ما عندك لو يعني رغبه او ما عندك اهتمام ما تقدر قدام الكاميرا تجيب عشان تسي سينما ذاتها. اكيد. نعم. نادم كمان ما انا سينما تقول تجي قدام الكاميرا تقول تسي سينما ده مستحيل صعب. السكيج اللي قاعدين تسووه حاليا يعني قدمتوا للتوصية للتوعية كثير، انتوا قدمتوا للتوعية بالذات في اثناء المرض الوبائي اللي هو كورونا، يعني قدمتوا سكيشات كثير، يعني هل انتوا فكرتوا تسووا مسلسلات ومستمرة ولا قاعدين تسووا السكيش بس وخلاص؟ صحيح. قبل ما نعمل اشياء ده انينا كان نصور فيلم اول مش نادم تقعد تسوي فيلم لونج متراج يعني طويل الامد، وفي اشياء وديم نقول قصير الامد كله قاعد يمكن تسوي 45 دقيقه. وده كله فكرنا صعوبات حقه كثير، ده كله ما يعني افلام اللي سويناها ما بروفيشنال. اذا قبلنا ما لا انينا ما دام مبتدئين ما لما نصور اشياء انا 5 دقيقه انا 10 دقيقه او 8 عشان يخليك انت ذاتك تأهل نفسك عشان تكون نادم قوي شيء. قبلنا في صعوبات انا ايام انا كورونا ده انينا قلنا ما دامت العالم ده كله حرك ما لا انينا كل ما يعني نحركه عشان نسوي توعيه للمجتمع التشادي القاعد داخل البلد او قاعد برا البلد، نسوي توعيه عبر الفيلم. فبدينا في ايام الكورونا ده كان عملنا يعني يا طهنا كورونا انا والاخت ياسمين، فده ذات شاهدوا ناس كثير في التلفزيون وفي الريزو سوسيو ايضا. ده كله عملناه هسه جاري حتى الان. الكورونا ما انتهى، حتى الان التوعيه ده ماشي وفي اشياء جهزنا، لكن مع صعوبتنا كورونا حتى الان قاعد في برنامج انا خدمه. لكن بالنسبه للمسلسل هسه بدينا مسلسل عباره عن عنوان حق بلبله، يعني قاعد يتكلم عن الحياه الاجتماعيه اللي انينا عايشين التشاديين، خاصه في اشياء قاعد انينا الاسره التشاديه عايشين عندنا، لكن اشياء ده الناس ما قاعد يمرقوا. احنا فكرنا في الشيء ده قلنا ما لا الشيء ده داخل، لانه الاسره التشاديه اليوم ده اي زول بدور بيشاهد التلفزيون ده بعد الاحيان ده نادم بعيالك بزوجاتك باخواتك بخالاتك تقعدوا سوا عشان تشاهد التلفاز. والتلفزيون تشاهد ده ما واجب، يعني لنا ما دام الممثلين شاهدين ده اللي سموا يسنا في مراحل وادين اشياء وادين تجيبها يمكن الاسره الشاديه ما يقدر يشيفها. نعم. لكن حقنا قاعد نسووه ندور الاسره الشاديه ده بكامله، الام والاخت والاب والحياه الاجتماعيه ده عملنا لقطات من المسلسل انا بلبله ده حاليا قاعد جاهز، اما الاخر كله يعني خلاص السيناريو جاهز. اوكي. تقريبا عندنا 395 حلقة. يعني جاهز، ما باقي الا الامل. الامل ده اننا جهزنا بنفسنا بس للامل ده نصور. وده سويتوا في كم ال 300 وكم حلقة ده سويتوا في كم وقت؟ ال 365 حلقة ده يعني ده السيناريو هكا هسه جاهز. نعم. اما بدينا منها هسه حاليا ده
سوينا منها ثلاثة حلقة بس. نعم. سوينا ثلاثة حلقة اللي جاهز وحاليا خلاص مرق. إما الباقي حاليا ماشي في إجراءات عن العمل. طيب حجته في اللي سويتوا الاسكتش في الريزيرس سيو يعني تكلمتوا فوقها والمواجهات الناس قاعدين تعانيها في الـ في الـ في الانترنت في شبكة التواصل الاجتماعي يعني في مشاكل كثير حصلت وانتوا حجته فوقها وعملتوا فوق اسكتش ولا؟ نعم نعم الشبكة العنكبوتية نعم. اليوم جاية لك دور كبير. أي التليفون عليهم الحمد لله التليفون عليهم بجيبوتي مركت 5000-4000 تلقى تليفون والتليفون أو الريزو السوسيو ده استئمال ده هو معروف اللي زول اللي بعرفه واللي زول اللي ما بعرفه ده بتقي بتعب شديد في ناس ودين ده يعني عبارة عن جرابة بس تليفون في يدنا إن ده فوق انترنت صب لي انترنت صب لي صب لي بعدين المهم هو أي شيء بيجي ده هو بيشتت تماما شنو يعني إذا لأننا فكرنا في الشيء ده وخاصة أخواتنا بناتنا أمهاتنا ديل في مثلا يعني عندهم تليفونات لكن أكثر منهم ده يعني 80% ده استعماله صعب استعماله صعب فإذا هي عندها شيء واليوم الناس أسسوا جروب هنا واتساب جروب هنا ماسنجر فإذا في أشياء بيجي على طول في تليفون رسلوا جروب كده رسلنا لنا شيء في تليفون ده هاي انا شفت شيء رسلوا في تليفون انا كله نرسله قدام انا كله ده رسلوا ده كل شيء هي كله ترسل قدام يعني هي ما تعرف الشيء الرسلوا ده هل عنده ضرر للمجتمع ولا ما عنده هي ما تعرف اذا ده علينا فكرنا عملنا لهم فوق اللقطه اذا اللقطه ده يوصف بكونه الشيء الحسه عم قاعدين بصوده شيء ده الشيء كانه فوق صعوبات شيء قال هما الريزو السوشيال ما عنده مشكلة عنده في جانب إيجابي وفي جانب سلبي إذا دائما نفكر في الجانب الإيجابي والسلبي تمام مشاهدين علينا مواصلين معكم ونتابع نمشي نتابع لقطة من الفيلم ونرجع أنت مين 200 كيلو صبا يا تو أمريكي 200 أمريكي شنو دوري هاي خبر وشريط قاعد دورني بارتاجيه قدام شنو الرسول لك يترسل قدام ده يخصنا انينا قوي كل جروبنا والبارتاجي في جروب اخر بس الرسول لك شيء يا دوريتي بارتاجي انت مريم نعم انت اللي قاعدين ده بس خدمه انا جوا اوين ده انت انتلكتيال قاريه كل شيء تعرفي ما لا انت شيء انا اخوات الانترنت ده اجلك تصدقي رسول لك شيء انت تشيلي ترسلي ده ما اصبح كده حس السيدة الرسالة اللي ده ما يعرف الكلام ده سيء قبل سكما سيدة رسله و سبنات دشابوه قبل رسله في جروب وانا كل جيت وانا رسل قدام حس ده بس خدمتكم انتو إلا يرسلوا وترسلوا قدام بس ده بس آخر كيفيوة أنا ندور نركي شوان شيء لا أي شيء في رزوس وشيء بس توريت تصدقي 100% ده ما في شيء وادين يجي دخون وادين كذب ما أجلك تشيلي تصدقي طوالي توري شيء نرسله يرسلوا قدام انت رسلتي كلام كذب قال هناك ده شعر الرسالة وده قدام وده كده ده ما انتو اصبحتوا كذابين هو كنار ده كشوخ ده ما سيدي رسل في الريزو سوسيو لا 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 ده ما كلام هم الريزو سوسيو خلال رسوله بس انا نشيل كلام الرسوله ده انا كله نسيه ونودي قدام ليه كلام ده سهي ما سهي انت اكيد شيفي كلام ده سهي ولا ما سهي ونسوك كيف رسوله ده ما نرسله قدام بس خلينا اخر كما في لا 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 ده ما كلام ده كلام كده اصلا انا ما ندره خومات انا ريزو سوسيو ما تشيلي تصدر انترنت بس عليهم خومات انا واتساب رسولو انت تشيلي ترسلي قدام ده انا شيء زي ده ما ندور عشان ما عادل اكيد شي في شيء ده صحيح ولا ما صحيح قبل شيء ما تاكدي كمان انت تشيلي ترسلي وكان بيجي كده صحيح كيف ما يدخلوك انت في مشاكل وهسه الرسول ده الا ناكد قبل ولو كان اكدتي انت كمان لما تخلي في بكان رجوشي هسه كنت دور نغوشه غوشي كان انا ده انت ما فاهمه مالا هو قولي انت شيء انا قمت انا ريزو سوسيو ما تصدقوا اجل كتره خلاص فكري انا كان نوريك تفكري ما عنده اي مشكله هنا ده قدام ده اي شيء كان في فيسبوك كان واتساب كان انستغرام كان تويتر كان شنو كله الا نفيريفي ولا كان كلام ده شالو جابوا لي كلنا اكيد مثل ده حتى ني ترانسميتر قدام الكلام ده مين جيب لك وين ده ما جاي في عقلك خلاص ما عنده مشكله هو كريدي ده ما شبه هاي انت كريدي ما اصلا نادي يرسل لك انا 400 قال لك هسه سوينا كده كل انت كريدي ده مهم لك اه
مشاهدينا هذا الاخطاء طبعنا، واكيد يعني في شيء يعني كثير حجينا في الريزيسيو يعني ما مشكله كثيره، وصرتوا الجروب يعني ياسمين انت كمرأة واكيد تعاني كثير قد تشوفي بعد من الاويل نعم من يرفو ريزو سوسيو كت مين يرفو واتساب جروب انا واتساب ده ودي تخطه بس في نار اكل في نار هي جالس واتساب قاعده قاعده كونكتي واكل هيريك بس خلاص انا ما عندي ليها ما انا كثير كده ما عندي انت ريزو سوسيو كان فكيت انت مرك شفتي انفورماسيون وكتاكدي الانفورماسيون ده نادي اكيد اسكي انفورماسيون شو قد اكيد ولا ما اكيد ما اكيد شنو مره بس من فجر انترنت سوب كريدي وقيد كونيكسيون والله ديتا ما تقشها شاهد تسعي ما فيه قيد الا خلاص التليفون في ايدينا فلان رسل لها فيديو هي ترسل قدام انينا ابين يا جماعه ما يشاب لينا اما انا زمان ده ما بعرف ولا انترنت ولا فيسبوك ولا اي شيء لكن انينا ناس ده جاء وكتنا لكن كان نسوق وخلينا نفكر بوقتها وفي شيء يستفيدوا منه حتى الانترنت ده كان تصبه كريدي يعني في شيء كثير في الانترنت ده المرأة تقدر تستفيد منه يعني ما إلا وانا سعنا الجروب ولا رسلي لها فيديو تشيفه ولا لا في شيء آخر المرأة في بيتها تستفيد فوقها اي شيء في انترنت وكبنا هسه مش وكبنا انا قاعدين في موند هنا التكنولوجي لكن ما مرت شيء من فجر الساعه 6 هنا فجر لحد الساعه 6 هنا اشي تخدم خدمتها تكمله يا لا اكلا راجلا تكا هيك خدمي انا بدا تسي حتى وقت ساعه ساعتين تخدم في انترنت شغل كان قاعد في انترنت ده مع كوزين دول اي شيء قاعد مرك تستفيد فوق ده قاعد لكن تشيل وقتها كله من سبا لحد الشيء ده يا جماعه ده ما يشاء ما بيشاب اما انا والله كان قوم فجر الساعه 5 انا فجر بقشو بسوي شاي كله قبل ذهاب لكن مره كان فكت انا ده شغل اول ده انترنت في الليل ولا تقوم ساعه ساعتين انا في الانترنت يا جماعه دا شيء كي انا اللي انا ده انا كي اللي شايفه ما يشاي ما بيشاي كان اللي انا ده ما يشاي واكيد في كوتي حنا الرجال ذات صنبو يعني ما الاوين بس يعني يوميا قاعدين في النت حتى الراجل ذاته ما عنده وقت لا يالا يعني ما عنده وقت يونس مع المره ذاته مرق جاء ومشى خدمته وقبل جاء يعني لازم يشيل وقت يونس مع الايال الايال ذاته انتم حقوقهم المره ذاته عندها حقوق بس خلاص يعني خلاص يبرد يلبس يوقف يخد سيسه برا وخلاص وداخل الانترنت يعني في شيء هسه في جانب ده كله مثل ما انت قلتي في جانب ذاته انا فكرنا فوقه وفي نفس المسلسل هسه ماشي ده ما خلاص يمكن ان الشهاده يقول انينا يعني ميلنا في جانب الاوين بس نعم هو صحيح الاوين ده في مشاكل هم اكثر لكن الاجس او الكسل في بعض الاحيان بيجي من الرجال الراجل كان انت شلت مسؤوليه هناك ده المراه مهما تبقى شنو تقول تجي في ذلك لكن انت الراجل كان ما شلت مسؤوليه هناك ده المراه ده ما فردا حلت خلاص كلامها كمل ايوه اذا في بعض الرجال صحيح قاعدين يعني هو ذات هو من ذاته بين بعض الايام ده التليفون ده يتوجه على التليفون او الاستعمال على التليفون ده ما بعرفه الريزو سوسي بيستعملوه زي ما بدوره وبيستعملوه في اشياء يعني ما عنده استفاده نعم عليهم الشباب الانترنت ده يخليك انت شايل شيء عندك ده كله تقدر تفتش عشان تلقى اشياء تستفيد منها من خلال الانترنت نعم بعض الشباب ما قاعد يستعملوا في دقائق يستعملوا في اشياء ثانيه، الناس الكبار كل بعض الاحيان ما قاعد يستعملوا شيء يستفيد واي شيء فيديو او ينزل اشياء او يشيف شيء ما عنده له يعني مصلحه يرسل قدامه ولا كذا في رجال حتى بقيت. في مشاكل بحصل بتايرن بيناتهم يعني مشاكل يعني كثير يعني شيء ده مؤسف مره واحد حتى العالم ذاتك يعني تشيف شغل يعني ده من بلد كي يعني بتايرن ده من بلد كي يعني ده شيء مؤسف لنا بس احنا كان علينا وخاصه علينا الممثلين ده الشيء ده يعني تاثر معنا زياده فعشان ده علينا فكرنا قلنا ليه بدل شاد ده هو بس امنا نادم كده امك كده بس تمشي فيه له بليله اخر تمشي جرجره ولا يبقى فاذا علينا كان جرجرنا شاد ده جرجرنا امنا بس اذا علينا شاد ده علينا امنا وابونا كل شيء فاذا ما نشيلوا الشيء الاب انا بلدنا ده نوضوه مكان اخر نجرجره تأجر في التليفون تأجر في الواتساب او فيسبوك تقول كلام يعني فشيء في الفيسبوك اذا ده علينا شيء ده فكرنا فوقه عباره عن
ما قلنا فلان سوى شيء، لكن عبارة عن توقية لأي شخص شيء ده في أقلة أو سودة أو قاعد يدور يسوي ده، خليه ما يسوي، خليه يباري من البيت، عشان إن من خلال هذا نقدر نوصل شيء عندنا ده قدر حقنا نوصله. أكيد نتمنى من الله إن شاء الله يساعدنا إن شاء الله ونوصل إن شاء الله يوصلوا يعني رسالتهم أو يعني يستعملوا التواصل الاجتماعي ده بطريقة سلمية إن شاء الله رسمية. طيب ياسمين، أنت كممثلة وفنانة مغنية عملت الكثير وقدمت الكثير للشعب التشادي، وغنيت كثير في الأم، وغنيت في الطفل، وغنيت للبلد، وأكيد يعني من أغانيك يعني حصلت لنا شنو وجيت لنا تقدمي لنا؟ أنا قبل ندخل في أغنية ده يدورنا أجبت شغلة صغير بس في الريزوس والسيو الشغل وايد شيكي ما يشابي هسا مشي الأنينة ثلاثة قال هجو في ميسانجر خلاص بعد مني أنينة ثلاثة واي سي كابتور ديكران ويرسلها يا جماعة هذا شغل ده يشابي وده كله خليني فكر الشيء ما يشابي انتو ولا قاعدين هجو واي سجلة ويودي في ريزو سوسيو ده كل شغل الشيء خلي أنينة شاب بدنا نفكره ما أدل لأنينة هي أم بيننا شغل واي نادم هجمتي أشير أم بينك ولكن انت تسي كابتور ديكران وخلاص تشتتها عالم ده كله بشير. ما هلو ده أنا شغلة ندورنا نزيد في ريزو سوسيو واليوم أنا في أغنية كتير خليت في المرأة في الأمهات وكي لكن أنا قلت الأبات كل عندهم حق الرجال كل عندهم حق حس أنا ألبوم هجي ترازم ألبوم هجي ده كتير خليت في الرجال رجال التشادي رجال التشادين ما مشي للرجال اللي نقول هنا بلد آخر رجال التشادين هم قلبهم قلب أبيات كان سبي التشادي كان يحب مرة يحب بقلب واحد ما بقلب تنين يخدم من فجر لأشياء كله لمرته ولإيالة وده أنا قلت بنفسي كي كتبت أغنية سبي التشادي أصل بس متخيني هدا هدية خاصة لسبي التشادين نتابع ياسمين ونسمع منها موسيقى ونرجع. سبي تشادي أصل بس أنا قماري قابي دوي مالي مالي أنا قماري Thank you.
وانت لا جوا قلبي انا مالي مال اخيرين ده بيجري ده جوا قلبي انا مالي مال اخيرين ده بيجري بجوا قلبي انا مالي مال اخيرين ده بيمسر جوا قلبي انا مالي مال اخيرين ده بيمن جوا قلبي انا مالي مال اخيرين ده بيبقى ده جوا قلبي انا مالي مال اخيرين ده بيانجرس جوا قلبي انا مالي مال اخيرين ده بيجيله جوا قلبي انا مالي مال اخيرين ده بيكانم جوا قلبي انا مالي مال اخيرين ده بيقفش جوا قلبي انا مالي مال اخيرين ده بيمسكين جوا قلبي انا مالي مال اخيرين امتي مانا جوا قلبي انا مالي مال اخيرين تعشادي جوا قلبي انا مالي مال اخيرين انا جمالي قابي دوي مالي مال نجوم انا جمالي قابي دوي مالي مال نجوم انا جمالي قابي دوي مالي مال نجوم انا جمالي قابي دوي مالي مال شكرا ياسمين. يعني اكيد يعني القمر كان مضوي ده شين حاله بالنجوم يعني اكيد يعني اغنيه جميله وسمحه وعندها معاني وهنيئا للرجل التشادي يعني انا افضل قريب من منى لكن مع الاسف يا ريت الرجل التشادي ذاته يعرف قيمه المراه يعني دائما ويقدمها زي ما هي تقدمها والله ده واجب ده واجب فاذا يعني هي قالت كل شيء نعم ما في داعي نقول شنو ذاته كلها كملت خلاص الرجل التشادي ده قيمه انا الرجل التشادي نعم نعم وخاصه الشباب الصبي يعني ده قيمتك انت شنو اللي تسوي شنو اللي انت تقوم فوق ده هي كله قالتها خلاص نعم ما باقي الا انت بس تقوم يلا خلاص شفينا بقى الا الحمد لله ياسمين الاغنيه دي انت كتبتيها ومتين وكيف فكرتي فوقها كتبتيها وشنو المناسبه اللي كتبتيها فوقها والله أغنية لي أنا كتبتها وقت الجاي بري هنا ديلاري أوار جدا خلاص أنا قلت أول مرة مرق برا سويت فيلم واحد ومشيت برا وشدت بري الجائزة جبتها كل ناس الأول لاقوني واستسلوا فوقي وشجوني ده وكون أوين كثيرين لكن المركي بلا راجل ده ما مركي ما لكن أنا شفت شخل أنا الرجال تشادين قاي سودا مرك برا ما لقيته ما شفت نظام هنا راجل تشادي ده برا ما في نظام كده ما في كتير رفقاني قاعدين برا اخذوا الناس برا نعم. لكن تعبانين ما مش الانين التشادين الرجل التشادي دائما شجاع وعنده حماس في قلبه والله ما في نعم. انا قلت خلاص كتبت من سنه فات من ديسمبر قبل ديسمبر جد من جد بسبتمبر كتبت سبتمبر دخل استوديو باكتوبر مشيت عندي كونسير في السويس مشيت خنيتها في السويس اول مره مشيت السويس خنيتها ومن جتني لسه كونسير كبير كي سويته فوق ما في لكن في ريزو سوسيو في راديو بالانسي لهم عشان الرجال تشادين ذاته خلي انين الاوين يشجوم نعم انين الاوين ذاته ما خلاص الراجل يقوم فجر يمشي يخدم اي شيء الراجل أي شيء يجيب لنا لكن كمان يشجوه ده ما حلو خلي انا فنانة ياسمين قلت أنا نشجي الرجال الرجال تشاهدين هسه في فاش فيسبوك هجي كل الأكثر ناس اللي شاهدين كل الرجال الرجال قاعدين ياسمين الله يسيك كي الله يقاوينكي أنا نكون نقوف ماكي كتير ده كل الرجال أنا قلت أنا ذاتك نساعدهم بأخني أنا ما عندي شيء آخر ننتم لكن نشجيهم بأخنية أخنية وين نكتبها ونشجي فوق دائما اهم شيء يعني ده كلام جميل للرجل التشادي يعني شكرا يا ياسمين نرجو في الافلام والسينما نعم هاي سمو يعني انت كممثل يعني في الجمعيات يعني انت قاعد في جمعيه سينشات عضو وقاعد في جمعيه سينما روح التشاد و طبعا وسمينا عندك منصب جديد في كلوب ديزارتيست يعني الشيء ده يعني هل قاعد تقارن بين كيف يعني انا عندي فرقتي الخاصه قاعده وفرقتي دي اسمها يعني جن فانتاستيك
ده انا شغال فوقها وانا على راسه وانا بس الرئيس. وفي نفس الوقت يعني قاعد يستعمل قاعد مع عدة جمعيات. الجمعية ما بيفترق يقول انت ده من فرقة كيف كان جيت هنا ده فرقة انك تخليه عشان تجي تخدم ميلا. ده في القوانين الجمعيات ما في. في نفس الوقت انا الكومبانية حقي قاعد يعني فرقتي قاعد في سنجة جمعية وكل جمعية سينمائية عندها فوقها ناس كتير. وفي نفس الوقت في الجمعية سنجة كل عندي منصب انا مستشار. وفي نفس الوقت قاعد في سينما نومات يعني سكرتير. ومنصب اخر جديد حاليا جاني بقول مبروك لنفسي. نعم مبروك عليك. سكرتير انا يعني منسقية انا نادي الفنانين التشادين. نادي الفنانين التشادين ده يشمل الكل، كل التشادي الممثل التشادي ده يشمل الكل. حتى انينا الجمعيات السينما نومات والسينكا والجمعيات الثانية ده يعني كلنا في داخل كل وزارة التشادي. اذا ده ذات شرف كبير. ده على حسب الاعمال، على حسب النية، حسب الاعمال اللي انا ماشي فوق ده. كان قاعد في كومبانيا كبيرة هيدا ده كومبانيا كده انا نشوفها صغير. عشان ده انا انضميت في الجمعيات ده عشان نتوسع يبقى كبير. وما نعرف الاخر لكن انا قاعد نشوفها يعني تقدر تمشي عملك. نقدر نمشي جمعية ده هسه عندي انا قاعد في جمعية ثلاثة جمعية نقدر نمشي 10 جمعية على حسب نيتي انا. على حسب قدراتي انا نقدر. وفي اي نادم الممثل انت ما ادوها انا نادم. انت الممثل ده انا ناس كله. اي شخص ناداك تقدر تمثل في فيلم، تقدر تمثل اكيد. تقدر تسوي كل شيء. طبعا الممثل ده دائما يكون جاهز يعني لاي شيء يعني. جاهز في كل شيء. هسه مثلا انا مع الاخت ياسمين عملنا اشياء كثير وقاعد قدمنا اشياء كثير قاعدين نسوق. والبرنامج ما انا ما ترين بنسوق. في ناس اخرين قاعدين في برنامج يدخلوا في شيء ده. مهما انا يبقى ما دام الممثل جاهز ده يعني اذا كان برمجنا في السيناريو اسمه قاعد انا نادوه يقدر يشارك معنا. مثلا هي قاعد تغني والغاني عندها فوق بعض الاحيان كليبس. الكليبس ده في بعض الاحيان الكليبس قاعد يتكلم عن شيء. الشيء اللي قاعد يتكلم فوق ده يدور ممثلين يسووا يعني فيلم قصير فوق الصوت يودر لكن الخينه ده الغينه بيجي فوقها والهي تغني ونفس الوقت يجي سوينا لكن في قدام كله قاعد في برامج قاعد نقدر نشاركه عادي. ما هي بس ما هي مغني وده حتى اخر مغني اخر كان عنده شيء يقدر ينادينا نقدر نشاركه عادي. اذا ده قدرات ده ان شاء الله جاهز ان شاء الله ربنا ونشاركه في كل شيء. طيب شنو اللي حصل جاهز نشوفه من اللقطات السينمائيه اللي عملتوها؟ عندنا مثل ما هسه شاهدنا يا تو سيري انا يا تو انا لقطه انا ريزو سوسيو. نعم هسه كمان عندنا اخر اثنين الواحد يقولوا بلبله والواحد كمان يقولوا ديت دين. مشاهدينا علينا دائما مع نجوم السينما ونتابع لقطه من بلبله ونرجع. ميرم انا مارك ماشي ماشي كيف انا كان مارك ده هجري كيف انا ما سي ولا كملنا ما كملنا في شنو ده انت ستار فايت فضل اليوم كم انت سمان كل ما يتم سيت فضل هو انت فضل انت سمان كل ما يجي ويمشي سنة فضل وديتني قبلتني لكن حسن ده ما يقع انا ميرمتا انا ميرم كان اوري لك وميرم ده يسوكي كيف ميرم نعم ميرم ولا انت كل ميرم ده وسمك شيك من انا ده ده بس انا اوريت لك انا بيتي ما مفرش شفت سي كاك اديل ما في لفاي سالانغا ما في ندور دخان ندور ايتر وبيتي ده كله ما ندى ساعه الخيره ب 70000 سنه فات خنماي واي كل خنماي هذه ميت كي جبت عسن ده خنماي تسيم تنين ولفاي واي دابا مره قسمه بلبله ب 30000 تبيري انت عارفه شن وحسبتك حسبتي ده شو ولا تعرفي كافي جيبي ولا عندي بر نمشي نشيلها نبيع لك تقولي ده اجيب قبل دخان انا 10000 كاك انا 10000 لفاي بلبله ده 30000 و بيتي الفرشه ب 70000 وقبل خليه خنماي اثنين بلاكم جماعة هكا مصاريف هكا كل فراس انتوا اصلا تسونا يدقش بس ويمشي وما يجي والله تمشي وين؟ نتابي بكام كي انت تمشي ما في نمشي سوا تومبيه مومبيه ايد ده جاي بس خلاص يعني ايد بس يغيروا خمام ده 70 ده 30 ده 20 وين قرص؟ قرص وين؟ انت تعرفي قرص جاي ولا؟ انا مهله كله قد شفيه وتكون سببها
جروز ما في تقولي ننتي كده ننتي كده نرجع منه انا سالير انا بكتبت سوبا اللي في دينه وكل نساء فوق ده بس كلام اخر كان ما يجينا كلام اخر كان اجي سنه فات ده بخيتني كي انا خليتك لكن ايه ده انا سنه بكتالي ميرو الشيء واحد يجي خليه يجي بضرب اخر انا دور نوصيكي وانا كلامنا مو اريدك واحد ما اثنين انت ظروف انا اللي ما قعدتش فيه ناس وقت كل شيء ما في تقولي الدور ده الدور ده نلقى منه انا ننتيجي القدره هني يقدر السيد انا ما ادري تقولي كل كده 30 يا 20 ما تحاسبي لي قرص انا اذا ندخل في جبال لقيت انا ننتيجي وقول الحمد لله وكما تم ننتيجي كيف نمشي نسري ولا نشد في بكنجيران ده انا ما قلت دين ما تشيلي الله يقول قال وان شكرتم لازيدنكم الشيء ده بس كان شكرتي الله ده الله يزيدك ما لا انتوا يا جماعه الدنيا تسوي مثل ده خلاص لفيت 30000 دخليت 25000 هناك ده شغل اخر ده انا شيء ما نقدر نسيه ده ما تدخليني فوق تبيع ليه ترى سامبو قلت لك تبيع لي تبيع تجيبها ما قال لي بيع ما تبيع اللي يبقى خليه يبقى كما شد رجلك ما تجيبه في بيتك بيجي ما نجي فوق ما تجي بيتك وما تجي بيجي بس ما نجي فوق ما تجي ابد برا كلام خمم كده ده بس نشوفه ده بس انا ماشي ده نشوف النجو ولا ما نجي نشوفه هي تعرفين انا ميرم تاك وميرم بس سيني كيف انت تعرفيني تاكسي تجي لنا في بيت ده ما تجيبه ولا تجيبه لي بورسيلا ولا بترقد في شاري سنة فات كل سويتي لي مشاكل كي انا كلام ما ندور مشاكل كده مرق مشيت بكان سابي ده يومين قالت هناك يلا امين جيت امشي لا امشي ارقد بكان بيت ده ما تجي نجي ترى نشوفه ما انا اصلا مارق ونجي ونشوفه شكرا في لقطات جميلة ورسالة كويسة أي مشكلة عندها لها حل زي ما قلنا قبل والناس كلها الأمين لازم تفكر واضح هنا الراجل يعني ما فلان يسوي لا بس أنا كل أخليه يسوي نفس الشيء ياسمين يعني وده قلنا عيشوا يعني في مجتمعنا في أمين كتير ما قاعدين بيفكروا الله هي أتكي أستكي بيجي لنا شغل آخر الأوين بسمو كتير خمام هنا جيرانهم هنا ناس البرة انت عليهم راجل يمشي دبر كي يجيب لكم 200 هنا درابة وهم هناك بدبر ويجيب لهم ألف الألف ما 200 ده ما سوى نعم انت تشيفي مسألة هنا راجلكي ما تشيفي مسألة هنا ناس آخرين ألم هي هناك راجلة في شارع قول الشارع نكون عند 2 مليون 3 مليون وانت راجلكي عند نكون 10 ألف ما يقدر سوا الأصابع ذاتها ما سوا في إيد كان جاب لك إن شاء الله كان جاب لك خلي مبا كان جاب لك مبا وكان جاب لك جداد ورا لك يا مبا ركبي لنا جداد وبدبس نملو ناكل انت تسي بوشي بكي ندفي كان هما اتر ما دخان كما عندك كل كان هما مرمى كل ما ديسي خلاص ما تقولي قال جارتي اندا راجل اندا سندل انا كل دور سندل وانت راجل كما يقدر ما عنده قرص اللي بيه لك سندل قرص اندا دا انا اكل انا خشمك شاري انا بيت كل ما يقدر يكفي انت تقول لي دور لفاي اسمك لي دور دا يا جماعه ما يشابي ده شغل انا ابي انت خليني افكر انا مثلا ده خلي انا الاول نفكر في شغل وايد والرجال كل وايدين كي كان لقيو شغل ده لمرت يجي بلا ده هو يدم والله يدس في بوشة ولا سرق سرقة أخر من يجيب يجي يبيع شغل ده لمرته كله في رجال ويدين كل شيء عندهم خطأ وأوين أنين خطأنا كتير لكن الرجال كل شيء يخليه يفكروا لكن أنت نارم شغل كان الماء يكون ده خليه مش النصارى وراء الامبوسيبل ده ما يبقى بوسيبل خليه أنين أوين ده نفكر إن شاء الله خليه ديما ده نفكر طبعا إن شاء الله ياسمين يعني قنيتي في المرأة ويعني سمينا ان الاغنيه حق ميرسي ماما دي خنيتيها لمناسبه معينه ولا تشمل كل الامهات يعني اكيد المراه دي يعني هي الوالده هي المربيه يعني هي بس الزوجه فهي البنت فاكيد انت قنيتي ودايرين نعرفوا اغنيه ميرسي ماما أغنية ميرسي ماما أنا كتير ما نحب نخنيها لكن كان خنيتها أغنية دي نفكرها لأمي بريدة ماما بريدكي ماما بريدة ماما بريدكي ماما بريدة ماما بريدكي ماما بريدة ماما بريدكي ماما مالو زاويلي تيني إيرا قريتيني
أدب أدب ديني دايري نبقى مشلكي فودا حلمكي واليوم بيجد مشلكي ماما ما شفتيني بالحن بوجاني أنا الله هلو ويا كتب عليكي لكن بالحن بوجاني بالحن مشتاق عليكي يا ماما ما بتلاقي ماما ما بتشري ماما ما بتنبدل ماما ما بتلاقي بريدة بريدة ماما بريدكي بريدكي ماما 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 دايريني كفي ديونكي دايريني بريدة قلبكي بيتا بالتبتي فيني لكن ماما مشيتي اليوم بالحين بوجاني دايرنا شوركي في شي يسيتي فيني بقيت أحلى مرة مشلكي مش اللي تمنيتي ماما وحشتيني ماما حبيبتي ماما رافقتي بريدة بريدة ماما بريدكي بريدكي ماما 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 حياتي انتي احلى شي فيني انتي حلمي جنان القى بيكي الف شكر يا ماما خاطرتي حياتك يا شاني ماما نشكركي ديما تدبديبيني ديما انتي ريسيني ديما انتي حمي فيني انتي احلى مرة مرة في حياتي الله ينتيكي جنة جنة الفردوس جنة جنة الفردوس بريدة بريدة ماما بريدكي بريدكي ماما 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 بريدة بريدة ليلى بريدكي بريدكي ليلى بالأغنية الجميلة والحساسة وأكيد يعني نسمع رسالتكم الأخيرة ونختم بلقطة من السينما إن شاء الله سمبو والله شكرا شكرا لأخت منصورة يعني الأغنية هنا ياسمين فحساسانا بشيء كبير جدا نعم وقولوا الجنة تحت أقدام الأمهات نعم يعني ده ذات رسالة للأمة الشادية أو بأكملها فإذا الأم ده خلي ما نلعب فوق في بعض الأحيان الناس يقول بل أبو بأمهاته أكيد هل أنت سمع كلامه حتى الله سبحانه وتعالى قال ولا تقل لهما أف إذا ولا تنهرهما قل لهما قولا معروفا أو قولا كريما إذا في بعض الأحيان الشباب والأولاد الهسة قادمين في بعض الأحيان ويا أما تناديك ترسلك تنغني تسي كل شيء فإذا الأف ده بس النغنغ إذا خلينا نقول ده ذات رسالة يوصي إذا الرسالة ده ما إلا بالسينما وهيدا الرسالة بالأغاني قاعد إذا نشكر أخوتنا ياسمين بالأغاني الجميلة جدا ونشكر التلفزيون التشادي اللي واقف معانا دائما في المر والحلو فدائما التلفزيون أتاح لنا الفرصة عشان نجي نكلم الشيء اللي عندنا نمرقوه نوروه للناس عشان الشيء ده بخلينا عشان عندنا ذات بيشجينا من الناس عشان لي يعني بخلينا نكلمهم ونشكر الكاميرامان الواقفين معنا دائما في أعمالنا نشكر التكنيسيان ونشكر مدير التلفزيون أو كل الأمال على التلفزيون الجاد إذا مثل ما التلفزيون يقول هسه يقولوا اسمه أونما
نشكر كل أمال والتقنيسي هنا ورما اللي وقفوا معنا ليل ونهار في أيام الكورونا وحاليا وإلى الأمام إن شاء الله. الناس اللي ينطونا معلومات خلي يزودونا معلومات الشيء اللي عندهم أو علينا ما كاملين في أشياء قاعد نسودها يمكن عندها غلط فيه يقدر يلقونا عشان ينطونا وصيات وينطونا نصيحة عشان لشيء اللي أخذهم فوقها. طيب شكرا لك. ثم ياسمين يعني رسالتي الأخيرة. الله أنا رسالتي الأخيرة نقول نشكر الله أنتانا إنسبيراسيون أنتانا أمر أنتانا أي شيء اللي منينا جايين فوقا وأنتانا نقول شنو إنسبيراسيون نكتب أخاني ونكتب الأفلام ونشكر كل فان هجي الحصة حاليا كمين أنا اسمينا قملا دي ما خلوني دي ما يبشاردوني بهنا نشكر أبوي دي ما نقاي معي قال لي ياسمين خدمك يا الماشي فوق أنا ما نقدر نقول لك خلي لكن شغل الله عنتاكي نشكر أبوي ونقول لي الله يطول عمره ونشكر كل يكيب أنا أوناما ونشكرك أنت وخلي الله يساعدنا نلقوا إنسبيراسيون كتير وتبي أمورنا وأنتي قدرة عشان نخدموا لك تشات تشات هاجينا أنينا كما جمينا خدمنا لنا نار آخر ما يجي يا خديمة في مكاننا دونك نقول شكرا ونشكرك كل ناس اللي يشاهدونا ونقول خلي كل التشاهدين ما خلاص يشوفوا زي ألوان وإلا خليه يشوفوا ديما تيلي تشات الأخبار قاعد فوق أنينا كي شغل قاعد صورة كتير في تيلي تشات خليه يشوفوا تيلي تشات الإنفورماسيون أي شيء ولا يمكن نقول له الله يهديكم واسمه كلام انا رجلكم خوان ويدينا شيء هذا خلي انينا الابين ده نخلو مننا ونقول له شكرا. شكرا لك كمان. شكرا لكم وان شاء الله يعني تقدم الكثير ورسالتكم توصل وواصل للمجتمع التشادي وتقدم الاكثر من ده وان شاء الله في برنامج اخر ان شاء الله. ان شاء الله مشاهدينا ونختم باخر لقطه من سينما تشاد ونلتقي معكم في حلقه جديده من برنامجكم مسرح الفنون في موضوع جديد وحلقه جديده والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. تفضل يا قدام. سبب بلبلة. ميرم قاعدة. أيوة قاعدة. ميرم. ميرم. أنا خدت أمان إدارة كاملة. الله يسلمك ناكل بكيت ناكل بكم كده ما عادي عادي كده انا نقدر والله والله الحمد لله لميت انا 7 عادي 7 ايام 7 الا ترجعين فين جموع انا لا بعرف فين جموع ولا انا اقدر فين جموع لونه ما فين جموع انا انت عندك فين جموع ولا جانا انت خلاص امشي ناديك فين شكرا يا اختي ناديك مرحبا نعم تولي بسم الله بجنو تما شامبو هذا الخماني دوغاك دوغاك والله كده بس انا اسمك فين دي موه وكده انت عندك فين دي موه ولا جات كنت في فين دي موه جنره اه فين دي موه اخر فيه ما هناك ده بس شوي ده كانت سيده سيبي شاور انا ما جاي مش شاورينيوا شيء تدري تشيلي ده غرزة كم برنامج جاي فوق قبل تقولي فين دي موا هسه شيء مرة جات فيك ده مرة أنا ما قدر أجلك لكن تشاوريني سامبو كيف نشيله ولا ما نشيله أنت كيف خلاص فين 7 ألف وفين دي موا ده 7 ألف وباري هجي 20 ألف كله بيجا 20 و 7 ألف جات فوق والله يجيب الحمد لله أنا ده نوريكي سيوا قال ده هسه جبرتي نفسك شلتي نحاول نساعدك أنت كله دبري لكن أنا بس كله في أنا بدنا كفي وبتم باري انا باري ده مفروض انا باري ده مشاكل كتير كره كتير ماشي في شهر نرجع وين جاي داو صوره كلام مشكله انا باري ما باري انا توري اول انا ثاني انا ما لقيتها وما جبتو وشنو ميرم تخافي الله ونبي وجودي في بيتك استرني فيسكي بين الدوغ دوغ جاي فينا بتم ما تمشي تقول لي باري سميتي زين
خلاص فارغ خليتها وهو ده كمان متكفيش وده من مين شلت انا مسافر مكفي بس اه ان دار التبيك كله انا فين دي ما هو اه خلاص خلاص ما زي خلاص نخلي خلي فين دي مو ده انت تريد ان تيجي تمشي تفتشي الله يسلمك ده بس وتر وكلام ده انتوا بس راوين ده انتوا بس تشوا لنا دعوه الله ينتينا لكن تقعدوا بجاجر ولا هلو ميرا ديما كان ده الكتر قال صدق ونقول لك الله ينتق وتنشري امين هذا بس ميرم